يا ريت هذه الرسالة دكتور توصل لكل بلداننا العربية، وأكيد المحبة واحدة واللغة العربية واحدة والمصير العربي المشترك الواحد. أستسمحكم دقائق بسيطة، راح أخذكم إلى بلدكم العراق، ما أقول بلدي العراق لأن هو بلد الأخوة المصريين والأخوة الأردنيين والفلسطينيين وكل بلداننا العربية تتشرف بكم بوجودكم بالعراق. راح نتابع تقرير من العراق يحتوي على جنوب القلب، ممكن بصرتنا الفيحاء وشط العرب ودجلة والفرات، وعلى أوتار القيثار السومرية والألواح الطينية والختوم السومرية. إذا نتابع مشاهدينا تقرير من العراق الحبيب، وبعدها نكون متواصلين. بين واقع هش ومتوقع غامض، السياحة العراقية تفاقمت معاناتها مع ظهور فيروس كورونا، فسنوات وهي تعاني الإهمال وغياب الاهتمام بمرافقها ومواقعها الأثرية. فالسياحة تعد في كثير من البلدان مورداً اقتصادياً يوازي الموارد الأخرى، لكنها في البلاد لا تزال تبحث عمن يدعمها ويؤمن لها متطلبات النجاح. توجد دول دعمت القطاع السياحي في بلدانها، دعمتها من حيث رفع الضرائب، من حيث إيجاد قروض ميسرة، لكن في العراق لا نجد هذا الدعم من قبل الحكومة، قبل الدولة برمتها. لا زالت الضرائب موجودة تفرض على الشركات وتفرض على الفنادق، لم نرى أي مساعدة من قبل الدولة تجاه القطاع السياحي برمته. المنشآت الفندقية بحسب القائمين عليها سجلت خلال الأشهر القليلة الماضية تحسناً نسبياً في عدد الوافدين، لا سيما الأجانب القادمون لزيارة المواقع الأثرية التي تزخر بها بلاد الرافدين، مع التزامها بالإجراءات الوقائية التي تشدد عليها وزارة الصحة لمواجهة الفيروس. احنا طبقناها الإجراءات الوقائية 100% حسب التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة، لكن هذه أثرت علينا، هذه أثرت في كثير من الدول غير ملتزمة بهذا الشيء يعني. وكثير من الدول الأوروبية أصلاً رفعت هذه الوقاءات اللي كانوا مخلينها، إن كانت على السفر أو إن كانت بالمرافق السياحية. النسبة كبيرة جداً بالعراق، لأنه دمرت العراق من المرافق السياحية الموجودة بالعراق من وراء جائحة الكورونا، كلها معطلة لأنه الشخص يخاف، خايف على روحه. وكبد فيروس كوفيد-19 ومتحوراته قطاع السياحة خسائر تقدر بملايين الدولارات، فاللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي السبيل الوحيد لتقليل وتعويض هذه الخسائر التي كانت كبيرة على الدول المعتمدة على هذا القطاع. لبرنامج بيت الكل، حسن الفواز، بغداد. رجعنا مشاهدينا من هذا التقرير من بلاد الرافدين.